حضرة الأرجوز كلي منين يروح المتولي قال اللهم صل عليه. يعني أوبريت الليلة الكبيرة ده يعني من أقدم الأوبريتات ويعني حاجة كده جميلة جدا للأطفال قبل رمضان زي رمضان، بس رمضان العيلة بقى اللمة ان هو الأطفال كلهم بيتلموا مع بعض. دي كانت أيامنا الجميلة والزمن الجميل والاستعراضات الحلوة اللي موجودة مش هتتعوض تاني. اصحى كلك صورة ستة بتسعة اصحى اسعى يا عدورة ان الخطعة الله. كنت في الاول حابب ان اوري ولادي حاجة حلوة تفرحهم ما فيهاش مشاكل وكلام وحش، بس انا فرحان اكتر منهم النهاردة. هو مش بس رمضان بالنسبة لي، هو مرتبط بمزيكا الجميلة بالغنوة اللطيفة بالدم الخفيف. استمتعوا جدا وهم قاعدين بيتفرجوا على حاجة حية زي دي ومتأقلمين وبيغنوا معاها، لا الموضوع مختلف جدا. حمص دلي ما ينقص عالنار يرقص حمص دلي ما ينقص عالنار يرقص. حاز اعجاب الناس كلها، سافرنا بيه يمكن اكتر من 20-30 دولة. لك ان تتخيلي كم الحفاول واستقبال اللي بنستقبلها. احنا المفروض ان احنا بنعرض 9 ستارت 9، هم موجودين من الساعة 8. الاقبال شديد جدا 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 فوق ما تتخيلي. تحريك العرايس ده اولا حب وهواية، يعني حاجة متعة بعدها متعة، عاوزة طبعا ممارسة وخبرة وعلاقتك مع العروسة وعاوزة برضو اللي بيلعب عروسة ده يكون اساسا فنان يعني ممثل. مسرح العرايس قدم العديد من العروض، وكل العروض كانت فيها حركة إبهار ودرجة إبهار وتقدم وتطور جميل جدا. إذا رجعنا العمل من 53 أو من 55 سنة بنقول إن ليه العمل ده؟ لأنه العمل الوحيد اللي بيمثل البيئة المصرية كما كانت في الخمسينات والستينات، اللي اختفت دلوقتي من أعين الناس اللي هي لحظات المولد والتصرفات الشعبية. احنا للسنة الثالثة على التوالي اللي بنقدم أوبريت الليلة الكبيرة ضمن احتفالية كبيرة بينظمها قطاع الإنتاج الثقافي اسمها أهلا يا رمضان. الاحتفالية دي فيها فعاليات كثيرة جدا مستمرة ومتغيرة كل يوم، فيما عدا مسرح القاهرة عرايس هو الثابت على مدى الفترة كلها بتاعت الاحتفالية من يوم 7 رمضان لحد 22 رمضان ويوميا على مدى مدار 3 سنين. وقلت وجلت